مرحبا، أنا اسمي رزان الناظر. بدي أجاوب على السؤال رقم 5 اللي بيحكي أنه هل سيقود الصحو العربي إلى تغيرات على الصعيد القانوني تهدف لحماية النساء العربيات؟ أنا بالنسبة لي بشوف الموضوع كالتالي، أنه شو ما كان القانون إذا المجتمع مش عم بتغير على الفاضي القانون مش هيهدف. يعني لازم يصير فينا تغيير اجتماعي. التغيير الاجتماعي هو اللي بعززه وبكرسه بالقانون، لكن ولا مرة أنا بغير القانون وبعدين بجي بقول المجتمع رح يتغير. نفس الشيء هذا بالنسبة لموضوع الميراث. يعني احنا مثلا في كتير قوانين كلها بتقول ان المرأة إلها حق في الميراث تبعها حتى لو كان نص الذكر، يعني ولكن إلها قوانينها واللي بتدعم هذا الموضوع، ولكن بالنهاية في كتير نساء اللي هي ما بتحصل على الميراث تبعها بسبب الوضع الاجتماعي اللي بتكون هي موجودة فيه. فبالتالي التغيير لازم يكون من المجتمع بعدين القوانين، مش القوانين بعدين المجتمع.